يقول: إذا تأخر الإنسان في إخراج زكاته بسبب النسيان وتذكر بعد شهور، فعلى أي قيمة يحسب زكاة ماله؟ هل على قيمة موعد زكاته أم عندما تذكر؟ يحسبها على قيمتها يوم لزمته. فإذا كان مثلا نفرض أن شخص لا يملك إلا 1500 ريال على سبيل المثال، هذا مثال، 1500 ريال عندما حال الحول كانت بالغة النصاب، لكن بعد 3 أشهر 4 أشهر ارتفع غلى الذهب، فصار 1500 ريال التي عنده لا تصل النصاب. واضح الصورة؟ فهل عليه زكاة أو لا؟ عليه، لأنه عندما حال الحول كان النقد الذي عنده، كانت الأوراق النقدية التي عنده تعادل 85 جراما، والمعتبر به هو بلوغ النصاب في اليوم الذي حال عليه الحول. حتى لو نقص النقد بعد ذلك عن مقدار النصاب فإنه لا تسقط عنه الزكاة. طيب، الآن إذا الإنسان عنده ذهب، نفرض أن امرأة معها ذهب وقيمة الذهب تختلف من وقت إلى آخر، فلم تخرج الزكاة في وقتها نسيانا، بعد 5 أشهر تذكرت، هل تخرج زكاة الذهب حسب قيمته في يوم وجبت عليه الزكاة أو في اليوم الذي تذكرت فيه وستخرج فيه الزكاة فعلا؟ الجواب: تخرجه حسب قيمة الذهب في اليوم الذي ستخرج فيه الزكاة فعلا، لأن في ذلك اليوم وجب عليها كذا وكذا غراما من الذهب أو قيمة تلك الغرامات من الذهب. إذن إذا كانت السؤال عن زكاة الذهب فإنها تخرج عنه حسب قيمته في اليوم الذي ستخرج فيه الزكاة فعلا. أما إذا كان السؤال عن الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية طبعا هي ثابتة لا إشكال، لكن يبقى النظر هل هي بالغ النصاب أو لا. فإذا كانت مبالغ كثيرة، يعني 5000 10000، هذه لا إشكال، لكن إذا كان مبالغ قليلة وقد يعني في وقت تصل النصاب وفي وقت لا تصل النصاب، فهذه المعتبر في وصولها النصاب في اليوم الذي وجبت عليه فيه الزكاة وليس في اليوم الذي سيخرج فيه الزكاة. والله أعلم.